السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. عندنا فيديو جديد، عندنا النهارده عصر الحداثة بمصر. طيب يا جماعة، دلوقتي أهدافنا أنتوا أكيد عارفينها تقريبا. أنا قلت في الفيديو اللي فات، لو ما قلتش فإحنا أهدافنا احتلال شمال أفريقيا في الفيديو ده إن شاء الله كلها. شمال افريقيا طبعا هي فيها دول تونس والجزائر والمغرب وممكن تقريبا موريتانيا تبع شمال افريقيا برضو، او المغرب العربي، يعني المغرب العربي موريتانيا تقريبا تبعه برضو. لو انا غلط تنساش تكتب لي في الكومنتات اذا كنت انا غلط ولا صح. طيب، القرار في الامم المتحده خلاص 30 يوم ويتنفذ قرار بشان الغزو وحظر على ضم الاراضي، فده طبعا انا غير موافق خالص كمان. يعني مستحيل ان اخلي قرار بشان الغزو، مستحيل ان اخلي حظر على الاحتلال. احنا اصلا رايحين نحتل، انت تقول لي حظر على الاحتلال؟ فاحنا نرشي شويه دول كده حتى لو ملهاش لازمه، زي ما شايفين كده. حتى اثيوبيا يا جماعه، اثيوبيا اللي انا اصلا كارهها هرشيها علشان يغيروا رايهم، وبرضو شوية دول كده تانية، السعودية حلو، برضو الصين والفاتيكان، وعندنا برضو المكسيك وبريطانيا، برضو دولتين مهمين لو ميقفوش، والولايات المتحدة واليابان برضو مهمين كده. خلاص غير موافق اكتر. ودلوقتي نقدر نغزو تونس يا جدعان. هتقولي ليه ما تجسستش على تونس؟ هتجسس دلوقتي حالا، حاضر هتجسس اهو، بس المشكله في الوقت مش اكتر، بس مفيش مشكله، نروح نتجسس على طول على تونس. 500 جاسوس، ارسال جواسيس تاخد 3 ايام، مفيش مشكله، استنى الثلاث ايام. طبعا مع الجواسيس رجعوا خلاص، عوده الجواسيس، نشوف تقرير التجسس. ماشي، نهجم بكل الجنود او بربع مليون جندي مثلا، وهنهجم برضو ب 2000 دبابه ومثلا 8000 مدفع، 1000 وهم 1250 طياره و 50 غواصة و 150 سفينة. حلوة. طبعا مع ده الجيش اللي هجم بيه على تونس ان شاء الله، وعلى طول نهجم على تونس كده انتوا شايفين. وعلاقتنا بالدول ما قلتش جامد قوي يعني، بس احنا خلاص انا قررت ان انا هغير القرار بتاعنا ده ونرجعه تاني لتحسين علاقات، او القانون هرجعه تاني لتحسين علاقات، ونشوف كده. عايزين نشوف الحملة العسكرية توصل 4-4. حلوة. يعني انا بالنسبة لي، يعني زي ما انتوا شايفين كده، لو دخلنا دلوقتي على الانتاج، يعني الحاجات العسكرية عملنا كتير قوي منها، فكفاية كده. ممكن نرجع القانون تاني، بس بالتالي اصلا لسه ما عداش 180 يوم صح؟ لا، عدى 180 يوم، فعلى طول نخش على قرار تحسين علاقات، بس الفلوس تجينا. انا كنت عايز اهجم على الجزائر الاول، بس تونس اقرب عشان نخلص على طول. نهجم على تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، دي اهدافنا ان شاء الله في الفيديو ده. حتى لو الفيديو يعني ممكن يتخطى 20 دقيقة فمفيش مشكلة، بس هيكون فيديو حلو قوي صراحة، لان هنهجم فيه على دول كتير زي ما انتوا عارفين. طيب، ممكن دلوقتي ان احنا نبيع عشان نجمع فلوس. تقول لي هتبيع ايه؟ اقول لك هبيع الدرع، تمام، هبيع كل الدروع وكل الخوذ، وهبيع برضو كل المواسير، 500,000 حاجة يعني جامدة جدا صراحة، وهبيع برضو 500,000، لا 800,000 حديد، ولا كل الحديد، احنا خسرين ايه؟ ما احنا كده كده بننتج تاني. طيب، ونبيع برضو نفط، هنبيع 1,000,000، مش وحش كده. دلوقتي فلوسنا تكفينا ان شاء الله ان احنا نغزو الجزائر كمان. طبعا يا جماعه في ارهابيين في ليبيا، فاحنا على طول نودي الجيش بتاعنا 10,000 جندي، نوديهم على طول عشان يسيطروا على الموقف هناك. بصوا يا جماعه، الدوله بتاعتنا بقت جميله قوي، جميله قوي، ولسه ان شاء الله نتوسع في اسيا اكتر من كده. يعني ان شاء الله احاول بقى الفيديو الجاي يكون اهدافي الاردن وفلسطين والعراق كده. على طول الحمد لله كسبنا، نضم على طول تونس كده، الدولة بتاعتنا تتوسع اكتر واكتر، وبقت مساحة دولتنا يا جدعان زي ما انتوا شايفين كده، ثانية واحدة، 13 مليون
647,122 كيلو متر مربع، فيعني حاجة رهيبة صراحة، رهيبة جدا. دلوقتي بقى جه الدور على الجزائر. طيب ما عملنا القرار على طول بشأن الغزو على الجزائر، برضو اكيد علاقتنا مع دول كتيرة هتقل، بس مفيش مشكلة، احنا نروح دلوقتي على القانون ونغير القانون الجميل بتاعنا ده ونرجعه تاني لتحسين العلاقات. تحسين العلاقات ده صراحة كان فارق معانا جدا، يعني مكانش بيفرق ان احنا نحارب اي دولة، بالنسبة للدول كلها حاجة جميلة جدا، فاحنا دلوقتي هنرجعه تاني. وغير كده برضو عايزين ان احنا نطور الجيش، فمش محتاجين بقى ان احنا كل شوية نقعد نغير في القوانين، فنحنا نغير في القوانين ونهجم على الدول ونطور الجيش هيكلفنا كتير قوي، فكفاية بس احنا نهجم على الدول ونغير القوانين ونبيع، يعني نطلع بمكسب. طبعا يا جماعة الدبلوماسية خلصناها خلاص، دلوقتي ابتدينا نخش في الاقتصاد، علشان يعني البحوث الاقتصادية قربنا نخلصها برضو، فاضل بالظبط 12 كتير شوية، بس مفيش مشكلة احنا هنخلصهم ان شاء الله، مع ان احنا نخلص السلسلة دي اكيد هنكون خلصناهم ان شاء الله. يعني نخش بقى نشوف دلوقتي نمعة جواسيس للجزائر ونشوف جيشهم قد ايه. طبعا مع زي اي دولة برضو هنمعة 500 جاسوس. طبعا مع الجواسيس جابولنا على طول تقرير التجسس، برضو هنهجم بحوالي 325,000 جندي، 6,000 دبابة، 11,000 مدفع، و2,000 طيارة، و1,750 و50 مثلا غواصة او 40 غواصة، و130 سفينة. احنا برضو عايزين نوفر، مش عايزين نأفور، عايزين نوفر مش عايزين نأفور، تمام. فاحنا هنهجم يعني على القد، حتى لو قوة متساوية ما عنديش مشكلة، يعني احنا ان شاء الله احنا مطورين الجيش بتاعنا اصلا لمستويات عالية في كل حاجة، فدي برضو حاجة كويسة، يعني مش هيكلفنا كتير ان شاء الله ان احنا نهجم عليهم على القد بالظبط، يعني هنزود 250 على كل حاجة او كده، والجيش طبعا هنزود 25,000. طيب القرار بشأن الغزو على طول اتعمل، فاحنا دلوقتي نبتدي نحط جيشنا 325,000 جندي، كتير صح؟ كتير جدا. كمان الدبابات 6,000 دبابة، والمدافع 11,000 دبابة، مدافع 11,000 دبابة، انتوا متخيلين يا جدعان منتهى الذكاء. برافو عليك 11,000 مدفع، قذيفات القنابل 1,750، وهنا 35 غواصة، و135 سفينة، هيكلفنا 2.25 مليون، كتير جدا خلي بالكم، بس مفيش مشكلة، كله من أجل الوطن يا جماعة، يلا بينا هجوم. طيب أكيد دي بقى قللت علاقات جامد جدا، أيوة بين 69، مستقلي إن احنا مش هنقدر نحارب المغرب وموريتانيا، أو ممكن نحاربهم مفيش مشكلة عادي يعني. طيب الهجوم ده أتمنى إن احنا نفوز، لأن حاسس ممكن نخسر، مش عارف ليه، حاسس إن العدد قليل، ممكن الجزائر يكونوا مطورين الجيش بتاعهم. نفكر في اليوم اللي هجم بيه على روسيا وامريكا يا جدعان، يا سلام، والصين بقى والدول الفجرة دي، وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والدول اللي ما بترحمش دي وعندها نووي، بس طبعا احنا ان شاء الله برضه هيكون عندنا نووي في اقرب وقت، هو مكلف طبعا وكل حاجة، بس مع احتلالنا مثلا لنص العالم، نص العالم هيكون سكاننا بقوا كتير قوي، وغير كده الميزانية اليومية او الدخل اليومي يعني كتير جدا جدا كمان، فتكون حاجة حلوة مش وحشة. مين بيهجم علينا؟ الجزائر. فكرة رائعة يا جزائر، فلتكملوا حملتكم العسكرية، ما عنديش اي مشكلة، تجسس، احنا نتجسس على الجيش الجميل بتاع الجزائر اللي بيهجم علينا، ارسال. طبعا انا شرحت الموضوع ده في الفيديو اللي فات وقلت لكم، لما يعني بص مش هقعد اشرحه تاني، فارجع الفيديو اللي فات وشوفه، سلسلة مصر برضو كان عملها معانا مين، دولة ايه اللي عملتها معانا، بابا غينيا الجديدة هي اللي عملتها معانا، فخش على طول على بابا غينيا الجديدة ومش هتندم يعني. وحابب اشكركم كمان ان احنا وصلنا الفيديو اللي فات حوالي تقريبا 15 لايك، يعني كسرنا الرقم، بس برضو في الفيديو ده مش هطلب اكتر من 10، يعني هو انتوا توصلوا اكتر من 10 دي حاجة حلوة جدا، بس انا مش هطلب اكتر من 10، يعني احنا عايزين نوصل 10 لايكات عشان نستمر في السلسلة،
ولو حابين توصلوا اكتر فياريت. ليه بقى؟ عشان انزله اسرع. طيب ما احتلنا الجزائر على طول، يعني الخسائر بتاعتنا كانت اقل من تونس، فدي حاجة كويسة. وبرضه هما لسه متبقي معاهم جيش ولا لا؟ لا مش متبقي معاهم جيش، خلصنا على جيش الجزائر كله، وعلى طول نضم الجزائر وتبقى تاني دولة في المغرب العربي نضمها. مش تاني دولة، لا دي تالت دولة، لان احنا ضمينا ليبيا طبعا الفيديو اللي فات. دلوقتي حان وقت موروكو. موروكو اقوى من الجزائر بس ما يفرقش معانا. طيب سكانها برضو كويسين، يعني هينفعونا. احنا زدنا 13 مليون نسمة بس من الجزائر، دي حاجة وحشة لان اصلا سكانهم 43 مليون، فانا كان المفروض نزيد اكتر من كده. احنا لو دخلنا على الجزائر دلوقتي 32 مليون، احنا زدنا 13 مليون بس. 13 مليون بس اللي قبلوا ان هم يكونوا مصريين، الباقي رفضوا فضلوا جزائريين. عنديش مشكلة، مفيش اي مشكلة. دلوقتي بقى نخش على قرار الامم المتحدة تاني، ونخش على المغرب. احنا نروح دلوقتي عشان نتجسس على المغرب. اظن يعني جيشه ما يكون اكتر من الجزائر بكتير، لان في فرق حوالي 120 الف قوة، فدي يعني ده رقم كبير او كمية جنود وكمية اسلحة ودبابات ومدرعات هتكون اكتر بكتير. بس مفيش مشكلة، هو مفيش مدرعات بس يعني هو دبابات ومدرعات مع بعض عشان ايه نخلص نفسنا. تمام هيوصلوا في 4 ايام تقريبا، وصلوا خلاص، اتمنى بس ما يتمسكوش. هل رجعوا بسلام وامان ولا لا؟ ما رجعوش تقريبا ولا رجعوا؟ لا رجعوا، لا ما رجعوش، رجعوا رجعوا. شايفين طبعا يا جماعة كمية الجنود وكمية الدبابات وكمية المدافع والطيران والسفن والمغواصات، هتكون حرب شرسة جدا يا جدعان، يعني هتكون صراحة حاجة فوق الخيال. محتاج قوة بنت لذينة، يعني ممكن اهجم انا ب15 الف مدفع مثلا عشان اعوض الفرق بتاع الدبابات، واهجم برضو مثلا بنص البحرية اللي عندي، واحاول برضو ازود طيران عنه لان ما اكتر مني في الدبابات، وفي الجنود برضو تقريبا اكتر مني، فدي مشكلة كبيرة جدا. طيب يا جماعة يعني القرار بتاع الغزو اتنفذ، فاحنا مش عايزين نعدي الوقت دلوقتي، محتاج ان انا اتصرف في فلوس، يعني ابيع الموارد اعمل اي حاجة، لازم اجيب فلوس. طيب ما بعت كل الموارد اللي عندي، يعني فعلا بعت كله ما عدا طبعا النفط، بعت 750 الف بعنا وخلاص. بقى معانا دلوقتي 5 مليون، مبلغ حلو جدا. دلوقتي بقى نبتدي في هجومنا على المغرب، واصعب معركة في الفيديو ده، يعني صراحة اصعب معركة، اظن موريتانيا هتكون اسهل معركة. فاحنا طبعا هنودي جيشنا كله زي ما قلتلكوا، وكل دباباتنا برضو، يعني لحد دلوقتي التكلفة 2 مليون، وهنودي 15 الف هدفع والف، وكل الطيران، كل الطيران يا جدعان، وهنودي 100 غواصة تمام، وكل السفن كده. اظن ان يعني ممكن نكسب، هو بنسبة كبيرة ان شاء الله هنكسب، ان شاء الله ان شاء الله. شجعوا جدعان، شجعوا في الكومنتات، ان شاء الله هنكسب. العلاقة طبعا قلت اكتر بس مفيش مشكلة، يعني كل ده يتحسن ان شاء الله في اقرب وقت. ممكن موريتانيا نأجلها الفيديو اللي جاي، تكون موريتانيا مثلا مع بلاد الشام والعراق وكده، ممكن، او يعني ممكن ناخد موريتانيا برضو يعني في السريع مفيش مشكلة. قوتها 100 الف، لا يعني مش في السريع ولا حاجة، 100 الف دي برضو حاجة مش قليلة يعني. طيب يا جماعة برضو المغرب غلطوا نفس الغلطة، ودي اعظم غلطة، يعني بصراحة اعظم غلطة الجيش اللي بتحاربني بتغلطها، ان هم يهجموا علينا. احنا كده ضمننا الفوز يا جدعان بالمعركة. باركولي بقى، باركولي في الكومنتات احتلال المغرب. خلاص انا بقول لكم اهو، باكد لكم من دلوقتي يا جدعان ان احنا احتلينا المغرب، انا بقول لكم يعني صراحة والله بحب الحركة دي قوي قوي،
دولة نكون بنهجم عليها يجوا يهجموا علينا، بحس انهم بيحبونا يا جدعان. دي مش حاجة عادية انهم يعملوا معاك كده، لا دي دولة بتحبك وبيهجموا علينا بنص الجيش، يعني دي حاجة عظيمة جدا يا جماعة. يا سلام، والله حاجة عظيمة 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 يا موروكو، عظيمة والله. طيب دلوقتي زي انتوا شايفين كده تحسين العلاقات لحد دلوقتي ما قصرش معانا في حاجة، يعني لسه المفعول ما ابتداش، لسه الدول ما خدتش الجرعة اللقاح بتاع الصبر علينا من الحروب. ان شاء الله نغزو العالم كله. طيب دلوقتي بقى عايزين نشوف الجيش بتاعنا. يا لهوي، تخيلوا يا جدعان الجيش اللي كان فيه عشرات الالاف من الالات دلوقتي بقى ولا اي حاجة كده زي ما شايفين، بس فلوسنا دي ان شاء الله هتجيب لنا كل حاجة. فاضل قد ايه؟ فاضل قد ايه على الحملة العسكرية؟ 22/10، لو سرعناها 9 جواهر. يا رب، الله الله، الحمد لله يا جدعان كسبنا المغرب. يعني الجيش طبعا اللي هم سابوه قليل جدا، فاحنا الخسائر بتاعتنا كانت اقل جدا، اقل من انا توقعته جدا، فضم على طول المغرب، ودي تكون معانا رابع دولة. يا سلام، ما ظنش بقى ان انا ممكن اكمل الفيديو ده لان علاقاتي مع الدول بقت زبالة، بس ما فيش مشكلة، نكمل. وكمان اهجم على موريتانيا من غير قرار الامم المتحدة، ولا اهجم بقرار الامم المتحدة مش عارف والله، من غير قرار الامم المتحدة احسن وخلاص، ونخلص نفسنا ونعمل بعديها حظر على الحروب ونرشي الدول، ما عنديش اي مشكلة. او ممكن نتجسس على موريتانيا، وبعدين يعني كل الحكاية اللي مستناها قد ايه؟ شهر، ما فيش مشكلة ان احنا نخش على الامم المتحدة، نادي الامم المتحدة واضافة مشروع قرار وقرار بشأن الغزو وموريتانيا. الغزو في شهرين، ثانية هو شهر غير شهرين، تمام طيب غير موافقين اكتر لما بخليها شهرين، بس انا هخليها شهرين محدش ليه دعوة. دلوقتي معنا 3 مليون، فاظن برضو الفلوس دي هتكفي ان شاء الله. تقرير التجسس لسه ما جاش، مفيش مشكلة. طبعا ما عايزين شايفين كده اندونيسيا اعلنت الحرب، فدي حاجة مش سهلة، اندونيسيا قوية قوية جدا كمان، حاجة مش سهلة خالص دي، بس هنشوف لها صرفة، يعني هنشوف لها صرفة ان شاء الله هننتصر، خفوش كله تحت السيطرة. طيب بالنسبة للقرار بشأن الغزو بتاع موريتانيا، لسه فاضله 7 ايام ويتنفذ. نخش نشوف تقرير التجسس، جنود الحمد لله اقل، الدبابات اقل بكتير، والمدافع بس يعني ها. طيب كل اللي احنا نحتاجه 165,000 جندي، 600 دبابة، 6,000 مدفع، و 500 طيارة، و 25 غواصة، و 120 سفينة، والباقي ده هنسيبه لاندونيسيا. وكمان على ما اندونيسيا تيجي، يعني لسه اندونيسيا تيجي 20/4، لسه قدامه 5 شهور يا جدعان، متخيلين المدة اللي هم هيستحملوها؟ تخيلوا يا جدعان بقى انا اقعد استنى 5 شهور على ما اهجم على اندونيسيا. طبعا انا مش هستنى كل المدة دي، واحاول يعني ان اجيب قوات التحالف بتاعتي ده اذا كانت لسه موجودة اصلا. اتفاقية عدم اعتداء، دعوة لحمل السلاح. طب والله حلو يعني ان احنا لحد دلوقتي نقدر نطلب من الدول مساعدات، دي حاجة حلوة جدا سعادتك، حلوة جدا جدا سعادتك يعني. طيب يعني حاجة في منتهى اللطافة، نطلب من كل الدول دي من مساعدات، وانا مش هتضايق اكيد يعني، مساعدة مساعدة مساعدة. ولسه كمان في دول في اوروبا برضه انا كنت عامل معاها تحالف عسكري، فتكون حاجة لطيفة ان شاء الله. طيب طبعا السودان انا كنت عامل معاها، بس طبعا احتلناها، فخلاص نخش على طول على تركيا واليونان كنت عامل معاها بس تقريبا كسروه. ايطاليا كنت عامل معاها، لا خلاص مش مشكلة. دلوقتي احنا الدول اللي جايلنا دي برضو مش قليلة يعني، واظن كده الامم المتحدة خلاص القرار بشأن الغزو اتنفذ، فاحنا نبتدي الهجوم بتاعنا ضد موريتانيا او غزوين على موريتانيا. طيب انا صراحة مش متأكد هما كان عندهم كم مدفع، وانا قلت انا هوديك يعني تقريبا
يعني قلت خليها 6500 احتياطي، لو هم اعلى من 6000 او اقل من 6000 فاحنا برضو في النص يعني، وكده كده احنا مطورين جيشنا. وقذيفات القنابل كان تقريبا برضو عندهم 300، ولا احنا اللي هنودي 300؟ هنودي 500 يا جدعان، مفيش مشكلة، احنا معانا فلوس، معانا فلوس، فمش هنخاف من حاجة ان شاء الله. يعني 35 غواصة و120 سفينة، حاسس ان الكلام ده كتير قوي، بس مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. والتكلفة بتاعت الغزو قليلة، دي حاجة كويسة جدا. مساحة الأراضي كتيرة، 1,000,000 كيلومتر مربع، أكتر كمان من 1,000,000 كيلومتر مربع. قوة الجيش حلوة يعني بالنسبة للسكان، يعني إن أنت تخلي قوة الجيش بتاعتك 105,000 وسكانك 6,000,000، فدي حاجة حلوة جدا، لأنها تكون حاجة صعبة جدا في نفس الوقت. طيب زي ما انتوا شايفين كده الجيوش كلها أو العالم كله ابتدى يكرهنا، فاحنا دلوقتي كده في مشكلة، محتاجين إن احنا بقى نهدى شوية كده يعني موريتانيا دي وخلاص، وبعد كده نعمل حظر على الحروب. بعد موريتانيا حظر على الحروب لو في 20 سنة هعملها، بس هو للأسف في 3 سنين، واحنا في 3 سنين دول يعني على ما يعدوا هتكون العلاقات تاني رجعت مثلا ل70 ولا حاجة، فهتكون حاجة كويسة إن شاء الله. طبعا دي الدول اللي احنا محتلينها لحد دلوقتي، انتوا شايفين استراليا، اسرائيل، الجزائر، السودان، الصومال، المغرب، بابوا غينيا الجديدة، تونس، فلسطين، قبرص، لبنان، ليبيا، مالطا، وان شاء الله موريتانيا جاي في السكة. طيب في حاجة ولا ايه؟ ما انا مش عارف انا في الصومال عملت انفصالية، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. طيب ولبنان عملت انفصالية برضو قبل ما نبعت لهم، مفيش اي مشكلة برضو بالنسبة لي. قربنا قربنا خلاص يا جدعان، هنوصل 18-1. خلينا نشاهد اللحظة من على الخريطة، خلينا يلا. طبعا يا جماعة يعني معلش جدا الفيديو طول، الفيديو طول قوي، بس مفيش مشكلة، المهم ان احنا نحتل موريتانيا. يا رب يا رب يا رب. 3 يوم 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 يوم، الحمد لله احتلنا موريتانيا يا جدعان. وبكده كمان يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده، فاتمنى يعني ان يكون الفيديو عجبك، متنساش اللايك لو عايزنا نستمر في السلسله زي ما قلت لك، يعني مش هكتر، خلينا نوصل الفيديو ده ل10 لايكات زي كل مره. واليونان كمان يا جماعه بتهجم علينا يعني حاجه في منتهى العسل، يعني احنا هنتنفخ هنتنفخ، هننقص جيش كتير، يعني هننقص جيش كبير. فاحنا دلوقتي هنخش على الامم المتحده اضافه مشروع قرار وحظر الحروب ونخليه 3 سنوات واضافه القرار. طيب احنا جالنا حاجه بناء مناجم الذهب، يعني حاجه تعبانه بس مفيش مشكله. طيب يا جماعه وكده يعني خلاص يكون الفيديو بتاعنا خلص، وسلام.